السلام عليكم. دأب الشعب السوري على وصف نفسه بأنه شعب جبار، هذه حقيقة أثبتت هذه السنوات العجاف من الحرب منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم، أن الشعب السوري هو شعب جبار، يستطيع أن يتحمل كل الظروف، يستطيع أن يعيش بكل الصعاب، يستطيع أن يحيا مهما كانت التحديات. ولا أظن أن هناك شعب اليوم في هذا العالم وفي هذا الوقت من الزمن، نحن اليوم في عام 2022، يستطيع أن يتحمل ما يتحمله الشعب السوري اليوم وما يعانيه وما يقاسيه من كل الظروف التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ظروف قاهرة، قاهرة بكل معنى الكلمة، ظروف تجاوزت مرحلة الصعوبة، تجاوزت مرحلة التعقيد، وأصبحنا بمرحلة يمكن أن تسمى أنها مرحلة قاهرة، قهر الرجال الذي يعانيه اليوم بسبب كل الظروف التي نعرفها جميعا، حصار، احتلال منابع طاقة، عقوبات مفروضة على سوريا، فساد، ترهل، يعني شيء خارجي وشيء أكثر منه ربما داخلي، وبالتالي نحن نعاني، كلنا نعاني اليوم، ما في حدا بسوريا لا يعاني من هذه الظروف الصعبة والقاسية. مع ذلك نسمع أن هناك إعادة لمنطقة ما، منطقة صناعية ما، أعيد ترميمها وأعيد العمل بها وعاد العمال إليها وعادت المكانات إليها وبدأ التصنيع بها رغم كل هذه الظروف. هنا نعود للقول أنه هذا الشعب هو شعب جبار، كيف تحدى كل هذه الصعاب وكيف ما زال يتحدى من أجل أن يقاوم وأن يقاتل من أجل لقمة العيش، ومع ذلك الظروف لا ترحم، كل يوم هو أسوأ وهو أصعب من اليوم الذي سبقه. يعني من 10 سنين لليوم ما مر يوم كان اليوم السابق هو أفضل أو اليوم اللاحق هو أفضل من اليوم السابق، وهكذا يعيش السوريون. وإعادة للمناطق الصناعية، منطقة الكردي، وتحدثنا سابقا عن كثير من المناطق الصناعية، المدن والمناطق الصناعية، وبالتحديد المناطق الصناعية لأنه يعتمد عليها أصحاب الورش، أصحاب المصانع الصغيرة، أصحاب الحرف، وبالتالي نقول هذه المناطق الصناعية اليوم إعادتها إلى العمل والعودة إلى العمل فيها هو جهد جبار، جهد فردي، ربما يكون في تعاون حكومي ولكن بشكل أساسي الجهود فردية، المسؤولية فردية، المبادرة فردية، وإن كنا لا ننكر أن هناك بالتأكيد جهد حكومي داعم لهذه العودة. بكل الأحوال نتحدث اليوم عن منطقة أيضا جديدة ما تحدثنا عنها سابقا، منطقة تل كردي وبلدية حوش نصري في ريف دمشق الشرقي، وضيوفي بهذا الموضوع الأستاذ إبراهيم حمدوش رئيس مجلس بلدية حوش نصري، أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. الأستاذ مازن كنينة من الفعاليات الاقتصادية والصناعية بمنطقة تل كردي، أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسأل أستاذ إبراهيم الناس، كثير الناس بيسألوا أنه يعني شلون قدرنا اليوم أنه نرجع، يعني حجم الدمار ما كان في مرحلة ما بعد 2018 عندما تحررت الغوطة الشرقية، كثير من البلدات وكثير من البلديات، كثير من القرى وكثير من المدن كانت على الأرض، دمار هائل ودمار كبير، نتحدث عن بضع سنوات برغم الظروف الصعبة، يعني لو كانت الظروف أفضل أكيد كنا شفنا شيء أفضل من الآن، من الموجود الآن بكثير. كيف استطعتم وكيف استطاع هذا المجتمع أن يرمم نفسه؟ بداية أنا بشكر منبركم الكريم اللي استضافنا اليوم لنوصل فكرة نجاح وفكرة معاناة بنفس الوقت، وطبعا ما بنسى دماء شهدائنا، شهداء الجيش العربي السوري اللي هن لولاهم ما كنا حضرنا ساكن. الله يرحم الشهداء جميعا. الله آمين. نحن بعام 2018 رجعنا لمنطقة تل كردي، لمنطقة بلدة حوش نصري اللي هي منطقة تل كردي تتبع إلى إداريا، رجعنا لقينا منطقة ركام، منطقة معامل مدمرة، منهوبة، مسروقة، ما في شيء إلى بنية تحتية ولا أي شيء. رجعنا ما بخبي عنك، أول شيء تابنا اليأس، بس طبعا عملنا تشاركية هي المجلس المحلي مع المجلس البلدي، مع عملنا التشاركية مع المجلس الصناعي، يعني حتى الصناعي صار يشارك إنه يا أخي أنا همي إني أنا بدي أرجع رمم منشأتي رغم الظروف القاسية اللي مرت سوريا عليها، رغم كل شيء إنه الصناعي فضل إنه يضل بالبلد ما يطلع برا البلد ولا يطلع مكاناته، لأنه رجع بلش من ما تحت الصفر، لبين ما وصلنا للصفر تعبنا، أخذ مجهود كبير كتير لو وصلنا للصفر نعم. طبعا لقينا طرقات كلها أنفاق، تعرف كانوا المسلحين هن همهم إنه أنفاق. هلا حوش نصري وتل كردي وين جغرافيا؟ جغرافيا نحن شرقي دمشق تقريبا ما يقارب 23 كيلومتر. نعم. تبعد عن مدينة دمشق 23 كيلومتر، عن مركز مدينة دوما 7 كيلومتر. تخدم من منطقة دوما. نعم. تخديمها كإداريا لدوما. نعم. فبنرجع إنه هاي المنطقة الصناعية كانت تجمع صناعي هي. فبدأنا
من الصناعة شوي، من الوحدة الإدارية شوي، وكبلدية كمان نفس الشيء، مسروقة الآليات منهوبة ما في شيء. رجعنا التشاركية إيد بإيد، رجعنا أول شيء فتحنا الطرقات، ردمنا الأنفاق طبعاً، مؤسسة الجيش كانت الهندسة التابعة إنه لتفكك الألغام لكذا، ورجعنا وأنتجنا شيء حلو بتل الكردي وبحوش نصري. يعني عملنا تجربة ونجحت على مستوى محافظة دمشق، هي تشاركية المجلس المحلي مع المجلس البلدي مع المجلس الصناعي. نعم. ونجحت الحمد لله، وصلنا لمرحلة اليوم نحن بدنا نقول، ما رح نقول 80% 70% بالجيد، صعود سهمنا انه نحن بالجيد طالعين لفوق. نعم، يعني من حسن حظ حوش نصري انه في عندها تل كردي اللي هي المنطقة الصناعية. طبعا اي طبعا، لانه اليوم الوحدة الإدارية إذا ما أجاها رديف من مثلا معامل صناعيات تدعم موازنتها ما في. نعم. تعرف أستاذ نزار، نحن بالضمن قانون قيصر، مو بس على الوحدات الإدارية، على سوريا كلها، نحن إذا ما كان عندنا منشآت صناعية تردف خزينة الوحدة الإدارية ما فينا نقوم بأي مشروع. طبعا المحافظة مشكورة، ما قدمت لنا من معدات، من تركسات، من زفت، من بنية تحتية، من صرف صحي قدمته، ولكن يلزمنا أكثر كان أثناء. نعم. يلزمنا كثير، ولكن أنه حسنا أنت الشيء حلو الحمد لله، أنه نورنا شمعة بعمق الغوطة الشرقية اللي كان مراهن عليها الغرب كله، أنه هاي الغوطة الشرقية هي مركز ميزان الإرهاب كان، وراهننا أنه بعد ما تم ترحيلهم خارج المنطقة أنه راهننا أنه رجعت الشمعة نورت بمنطقة ريف دمشق. كويس سيد مازن، طبعا الحديث اليوم عن هذه المناطق الصناعية، نحن تحدثنا سابقا عن منطقة فضلون مثلا بريف دمشق، شو خصوصية تل كردي يعني عن باقي المناطق؟ انه مثلا في بعض المناطق كانت ناشئة يمكن بحكم امر واقع، بحكم ظرف معين، طيب بعد ما تدمرت ليش رجعنا لنعمر بنفس المكان اللي كنا فيه؟ شو خصوصية هالمكان؟ اول شيء استاذ جاد بشكركم انا على الاستضافة، وكمان أول شيء بنترحم أرواح شهدائنا، إنه لو ما أرواح ما كنا رجعنا نحن على المعامل. منطقة تل كردي منطقة قديمة وفيها كان صناعات ضخمة، صناعات نسيجية، صناعات نحن بمجال الزيوت، صناعات هندسية، أدوات منزلية، شركات كانت ضخمة. كانت قبل ما تطلع المدينة الصناعية في عدرا، كانت المدينة الصناعية الكبيرة هي منطقة تل كردي. نعم. ونحن صناعيين كتار، يعني الصناعيين صرينا نبقى ما نغادر. وقت رجعنا ب 2018 قال استاذ ابراهيم رجعنا المنطقة مدمره، معامل على الارض، خزانات كله على. فتشكل مجلس بين البلديه والمحافظه والصناعيين، لجان. نعم. سهروا ليالي حتى قدرنا نرجع. يعني احنا هلا كصناعيين قادر ان اعمر هالمعمل وابني، بس لو ما في دعم، بدي طرقات، بدي شبكة كهرباء، بدنا شبكة صرف صحي، لو ما تضافرت هالجهود ما كنا وصلنا لهالمرحلة. ونحن بالنهاية يعني مفروض علينا هذا الواقع، ما عنا حل إلا العمل، وقال سيد الرئيس إنه الأمل بالعمل، ما عنا حل، يعني محاصرين، نحن بدنا بإيدنا، فعنا حل إلا نرجع، يعني لو بدك تقول تخربش الصخر بدك هذا، فرجعنا وأنشأنا المعامل وعمرناها من جديد، وانتاجها هلا الحمد لله يعني حيوصل لمستوى الازمه، او يعني حنتجاوز ما قبل. الحمد لله. ما قبل. تمام. نعم. حلو. أيه. حلو. خلال عم نحكي نحن خلال اربع سنوات، خلال اربع سنوات 2018. نعم. هلا يعني انا يا ريت كان الصور انه بال 2018 شلون كان المعمل. نعم. وصور هلا كيف المعمل. هلا خلصنا البنى التحتيه، هلا راجعين نطور بالهيكل الاداري بالجوده، امبارح كان عندنا راعين لمؤتمر للجودة برعاية وزير الصناعة، فيعني في الشق الثاني هلا الإداري، الهيكل الإداري، صرنا ننافس السوق الخليجية والأوروبية. نعم. صرنا نضاهي، صارت الشركات بمنطقة تل الكردي منتجة يضاهي الشركات الأوروبية. نعم. طيب هلا حضركم كبلدية قديش تفتخروا أو قديش يعني لكم دور اليوم بموضوع المنطقة الصناعية بالتحديد؟ يعني قديش عملت لكم إنعاش؟ قديش عملت لكم مجال عمل بما يختلف عن باقي البلديات اللي ما عندها شيء؟ ما فيني انكر المحافظه هي الدعم الاول، اليوم هي المحافظه هي الدعم الاول اللي بيجي بعد الصناعيين. ليش؟ المحافظه كمشاريع اليوم تعبيد وتزفيف الطرقات، كافه الطرقات المؤديه الى تل كردي والخارج من تل كردي تم وضعها بالخدمه هاي خلال اربع سنوات. خطه مسابقه الزمن،
اليوم نحن استاذ نزار، اليوم نحن بمجال اربع سنين لرئيس البلديه غير كافي انه ينفذ خطته بهالاوضاع اللي نحن فيها. يوم اللي كان بايام الرخاء كان بده 10 سنين، فايام نعم. الحصار كيف؟ فنحن حصلنا خلال الاربع سنين اللي مضوا حصلنا يعني نرجع الوضع على ما كان عليه بنسبه 80% لمنطقه شو الكردي. شو كنت حضرتك خلال الاربع سنين الماضيه؟ كنت عامل تنظيفات مع شوفير تركس، مع شوفير باجر، مع عمال، مع حدادين، مع رئيس بلديه، مع شرطي بلديه، كنت كل هدول انا هو رئيس البلديه، يعني يفقدني الصناعي لاني والله طلع تركس، يجي طلع يقول لي رئيس بلديه على تركس، نعم يعني مسبب يعني هذا الشيء مشهود بالمنطقه، نعم يعني ايام يقولوا لي بدنا نطلع نفق بدنا نرد، مو شوفير ما عندي شوفير تركس، اطلع انا على تركس بسوق تركس بسوق باجر، عندي مقاطع فيديو بتثبت هذا الشيء، والحمد لله رجعنا الصناعي. اليوم نحن كموظفين كرؤساء وحدات اداريه كصناعيين ما قدامنا غير خيار انه نعمل، نعم بس نعمل بننتج، وانتجنا ونجحنا. نعم الشعب السوري مراهن عليه من جميع انحاء العالم انه الشعب السوري شعب حي، شعب قلبه حاضر. والله ما في حدا بيقدر يعيش بالظرف الحالي اليوم لولا الشعب يعني السوري. شفت عينك تمام. ما في مقومات صفر مقومات المعيشه، والمحافظه كانت مشكوره جدا. طبعا المحافظين السابقين ومحافظنا الحالي اللي هلا نحن مراهنين على نجاح محافظه ريف دمشق بنسبه 80%، ما رح اقول لك 1000%، لانه نجاح 1000% هو لسيد الوطن قائد الوطن، 800% نجاح ريف دمشق. محافظ ريف دمشق اليوم على عمل غرفه عمليات لتواصل جميع رؤساء الوحدات الاداريه مع المدراء المعنيين المركزيين بالمحافظه مع السيد المحافظ بدون خجل، اجتمع فينا اي واحد عنده معوقات نعم. فقط انه يبعت على الواتساب بدون اتصال، ابعت على الاتصال بالواتساب يلبى. نعم سيد مازن، يعني كما يتواصل معنا اليوم الكثير من الاقرباء ومن الاصدقاء ومن المعارف المقيمين خارج سوريا من السوريين، واللي بيطرحوا سؤال واقعي ومنطقي بيقول انتم كيف عايشين بسوريا؟ ممكن كمان هون بهي الناحيه كمان يسال الصناعي اليوم اللي عم يشتغل بالمناطق الصناعيه كيف عم يقدر يعيش، كيف عم يقدر يشتغل، كيف عم يقدر يامن متطلبات عمله، كيف عم يقدر يستمر اليوم بالعمل في ضوء شح الموارد الموجود. هلا اذا بدنا يعني نتخبى وراء اصبعتنا بقول لك الامور كلها من احلى ما يكون، اما لا في معاناة، في صعوبات كثيرة، في تحديات كبيرة، بس مثل ما قلت لك ما أدري إلا نعمل. يعني العمل عندك مجبرين، نحن عنا في عمالة، عمالة تل كردي، هاي عائلات مجبر إنك تعمل برغم الصعوبات، رغم تشتغل بدك تعيش أحيانا الناس. أحياناً يعني بتمر علينا ظروف انه بتطلع المعمل ما يعني ما قدرت تصل على معملك بنقص الوقود، نقص رغم هيك فبس عم نحارب الظروف ونحارب لنتم نستمر بالعمل، والحمد لله حققنا يعني قطعنا شوط منيح. في منغصات، ما بقول ما في منغصات انه نحن بامورنا كلها بخير، في بعض منغصات بس لا الحمد لله عم نتجاوز قدر الامكان ضمن المتاح قدامنا. نعم. عم نحقق يعني نعم. هلا الكفاح في سبيل لقمه العيش يعني هذا امر مشهود لهذا المواطن. نحن نذكر كيف قبل كم سنه كيف صار في سيول على منطقه عدرا الصناعيه، تمام، على مدينه عدرا الصناعيه سيول، في ناس ماتت من العمال. نعم. ومع هالشيء انت ممكن تقول احيانا انه عندما يتعرض مثلا مجموعه من العمال او مثلا بيئه عمل لهذا النوع من الكوارث، انت بتوقع ثاني يوم ما حدا يجي على الدوام، ما حدا يجي على الشغل، ثاني يوم تجي بتلاقي الناس كلهم موجودين بشغل، تمام، مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، مهما كانت المخاطر، مثل ما كانت خلال سنوات الازمه ناس تروح على دمها على على الشغل، يعني طالع من بيته مثل ما بيقولوا متشاهد، هو ما بيعرف حاله بيرجع على بيته ولا ما بيرجع. تمام. نحن فتره الازمه وقت كنا نطلع على تل كردي على طريقنا كنا معرضين للقنص وانقرصت بالهذا، والحمد لله بس يوم بدك تطلع يعني هي طبيعة بالشعب السوري، هي يعني بده يعمل، ما في مجال يعني ما فينك، ودليل انه طلعوا اللي طلع لبرا من الشعب السوري سواء بالتعليم او بالعمل ابدعوا، يعني كل يوم تسمع اخبار يعني شيء بترفع الراس، فشعب جبار الشعب السوري. نعم. تحدي الموت. انا سميته بين قوسين الشعب السوري تحدي الموت. نعم. طيب حتى هلا اليوم على مستوى البلديه، هلا مثل ما تفضل استاذ مازن، نحن يعني ما تحدثوا انه في المحافظه وفي المجلس البلدي وفي المجلس الصناعي، في مجتمع اهلي غير الصناعيين؟ طبعا هلا انا كوحده اداريه انا
تركيزي ما يقارب 40% صناعة، ولكن أنا بالنهاية مجلس بلدي بأرض زراعية. أنا في عندي أنا نحن اسمنا الغوطة الشرقية اسمها سلة دمشق، هي سلة الخضار لريف دمشق، هي الرئة الخضراء لريف دمشق. احنا عندنا تركيز على زراعة القمح، هي زراعة القمح والذرة السنة. حتى الشعب الفلاح المزارعين اللي عندي أبدعوا بزراعة القمح والذرة السنة، سلموا محاصيل خيالية للمطاحن. إنه تحدي سيد نزار، الموضوع موضوع صفة تحدي، إنه نحن البقاء إنه نبقى بسوريا الحبيبة، إنه نجعل الحزام الأخضر بسوريا مثل ما هون، لأنه بما سلف وراحوا كانوا يقطعوا الشجر، قطعوا عمدان الكهرباء، قطعوا ما خلوا، حفروا أنفاق، دمروا، بس رجع الشعب السوري، رجع يراهن على سوريا إنه رح رجع خضرة، إنه هي جنة الله على الأرض. يعني هلا احنا بنحكي نحن على حوش نصري صناعيا، وما بنحكي عنا زراعيا كمان، زراعيا وتربيه الثروه الحيوانيه. انا كان انتاج بلده حوش نصري ما قبل الازمه بال2009 لل2010 ما يقارب ال35 طن يوميا حليب تردف لمعامل الالبان والاجبان السوريه. واليوم شو اليوم رجعوا رغم غلاء العلاف، رغم غلاء مادة العلاف. اليوم كارثة تربية الثروة الحيوانية، ولكن الفلاح عم يرجع يزرع أرضه ليخفف من نسبة العلف اللي عم يأكل الحيوان بالعشاب اللي عنده. نعم. عم يزرع مثلا مثل البرسيم، مثل الذرة الصفراء العلفية. السنة عنا تقريبا ما يقارب 4500 درهم هي زرع الذرة الصفراء علفية تردف للمحاصيل الحيوانية. عنا ما يقارب اليوم، أول ما رجعنا على المنطقة ما كان في راس غنم واحد، اليوم يقارب 40,000 راس غنم بمنطقتي. حلو. كان ما في ولا راس بقر. نعم. من الأبقار. نعم. اليوم ما يقارب 10,000 راس بقر موجودين بمنطقتي. اليوم ما يقارب 10-15 طن حليب يوميا. أي. بيطلع من بلدة حوش نصري لمدينة ما شاء الله. من عدا تسمين الخواريف وما أدراك، يعني بلدة حوش نصري بتشتهر زراعيا، تربية المواشي والصناعية. فهذا اللي اعطانا انه نحسن ننهض، نحسن. نعم. سابق الزمن. نعم. غير هيك ما يعني في وحدات اداريه اليوم بتقول لك ما في بالنسبه للوحده الاداريه. اذا اراد رئيس البلديه العمل بيعمل، بده يشتغل بيشتغل، مرهون ما بين رئيس البلديه ونسبه، ما راح امدح بنفسي، مرهون بين رئيس البلديه والمحافظه. نعم. اليوم لما انت مثلا انا بدي اعمل مشروع تعبيد وتزفيت منطقه مثلا بحوش نصري، خلينا ندق على وتر مدينة الصناعية، أخي تتبع إلي المدينة الصناعية، بيجي المشروع. والمحافظة محافظة مشكورة تماماً، عم تعطي. نعم. مو إنه ما عم تعطي، لا عم تعطي المحافظة اللي بيطلب تعطي. نعم. يعني أنا كنت واحد الناس مقيم بدمشق، كل يوم بروح 25 كيلومتر روح و 25 كيلومتر جاي على البلد، وأنا جاي بيجي على المحافظة بسوي بريدي، بحط بريدي بالكوب، بأخذ البريد اليومي، بقدم طلباتي، بحطها بالبريد. يعني هاي الدورة الثانية لك برئاسة البلدية. نعم. وهلا بالدورة الجديدة هاي. نعم. يعني اليوم اللي قلت إنه ما بدي رئيس بلدية. نعم. صارت الغانم نساء ورجال وزلم وأطفال إنه لا أنت بدك تكون رئيس بلدية. نعم. أنت. هلا الناس بيحكموا، يعني اليوم المواطن هو اللي عم يشوف، هو اللي بيعرف مين بلا مؤاخذة، مين اللي المزعبر اللي ملوفك، مين اللي يدعي العمل، وبين مين عم يشتغل على أرض الواقع وبشكل حقيقي. يعني خصوصا إنه أنتوا جيتوا أنتوا على بلدة كل ما فيها مدمر، مركز صحي، مدارس، ما فيها شيء، كان ما فيها شيء موجود. أستاذ نزار، اليوم أنا ببلدة حوش نصري كله مؤهل، كله تماما، كل مركز صحي مؤهل ومخدم، البلدية مدمرة مؤهل اليوم، والمكاتب من مكتب محاسب، المكتب الفني، الديوان كله كامل، المدارس مرممة تماما، يعني جهز كل شيء. أنا عندي ببلدة حوش نصري كل شيء. هذا دليل أنه لما قلت ما بدي بالانتخابات أخذت نسبة أصوات 100%. نعم. إجا بالصندوق 1600 صوت فيه إبراهيم حمدوش. حقك تفتخر بهالشيء. بفتخر. نعم. أنا برفع راسي إنه أهل بلدي، إنه من أحبه الله أحبه. نعم. شعبه. نعم. وأنا حبتني الناس، حبتني لأني بخدم، بسمع هموم الناس، بشارك همها، بشارك حتى الأخوة الصناعيين. ما أنا بعازت مثلا رئيس بلدية يرجع، بتعرف ما أدراك الأخ الصناعي بيطلب مطالبه بدون خجل. اليوم حتى الصناعي بمنطقتي بيدافعوا عني أكثر من إنه أنا دافع عن حالي. نعم. 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 سيد مازن، طبعا اليوم الحديث عن بيئة العمل، هناك من يرى أنه الشعب السوري إذا كان هناك منتج سوري موثوق
والله مني انا وكثير من الناس، انا يعني ليش لا، ليش حتى ما اروح اشتري المنتج المحلي؟ بشتري المنتج المحلي بشرط ان يكون يصنع بنوعيه جيده وبشرط ان يكون مناسب للسعر. هلا اليوم هدول النقطتين يعني في تخوف حولهم، موضوع النوعيه الجيده بسبب كثره الغش اللي عم نسمعه وبسبب غلاء المواد الاوليه ومواد التصنيع والمحروقات والطاقه، ممكن يكون في ناس يلجؤوا لتخفيف النوعيه مشان يمشوا شغلهم. اضافه لموضوع السعر، هناك من يرى انه بالظرف الحالي لا يمكن للصناعه السوريه ان تنافس بالسعر، خصوصا اذا بنحكي نحن لسه على تصدير، هو بدك تنافس بالسعر، اليوم منتجك عم يكلف كثير، عم يكلف بسبب كل الظروف اللي حكيناها. تمام. هلا بالنسبه للجوده، لا في معامل عم تعطي منتجات بتضاهي المنتجات الخارجيه مشان ما نظلم، انه بهمها تحافظ على اسمها. مثل عندنا نحن كشركتنا، نحن بامتياز من شركه المانيه ونفس المواصفات الالمانيه، ولحد الان بنطبق المواصفات الالمانيه حتى مستورداتنا، رغم انه في صعوبه تيجي مباشره، فبتلجا انه مثلا تجيب عن طريق بيروت، عن طريق العقبه، عن طريق بالنسبه لموادنا، ورغم هيك بالنسبه لموضوع غلاء هذا فعلا، لانه نحن بظرف الحصار. انا ك يعني وكيل لشركه المانيه ما فيني اجيب من المانيا مباشره، بدي الجا اما اجيبها لفة طويلة عريضة او اجيبها لبيروت او ولا دخلها، هذا كله تكاليف. قدرتنا على التصدير حاليا ضعيفه جدا. نعم، رغم انه اليوم هو كان الامل الوحيد للصناع السوري انه يصدر بضوء ضعف القدره الشرائيه للمواطن، يعني اليوم البضاعه ما حدا عم يشتريها من جوا للناس ما مع مصاري، فبالتالي طوق النجاه الوحيد اليوم للصناعي السوري هو ان يصدر. تمام، بس قدره ضعيفه، يعني قدره على المنافسه الخارجيه ضعيفه، يعني اي منتج خذه باي بلد ثاني لا حيكون سعره اقل من عنا، لانه تكاليف انتاجنا كبيره، تكاليف انتاجنا بالمحروقات، تكاليف الانتاج ب مثل ما قلت لك الاستيرادات، بدك انت عده طرق لتامن مادتك بظل الحصار، فقدره ضعيفه، بنامل انه تتحسن الاوضاع، او اما حاليا قدره على التصدير والمنافسه بالتصدير ضعيفه. نعم، اليوم الموضوع التشاركي مع المجتمع الاهلي، واشرت الى حضرتك قبل قليل، يمكن ان نقول انه في نماذج مشرقه بهذا الموضوع، في تشاركيه حقيقيه. كلمة تشاركية لا تعني الإلزام، لا تعني الإجبار، لا تعني الضغط، لا تعني أنه نمارس مثلا لا سمح الله ابتزاز على أي جهة. كلمة تشاركية تعني عمل طوعي نابع من الداخل من أجل تحقيق شيء، استقرار أو نمو بالمجتمع. سيد نزار، حلو حلو أنك تقول ابتزاز. اليوم العمل التشاركي ما أنه مطلوب منك مادة أو مطلوب منك مصاري. المجتمع المحلي لما بتقول أنا بدي أعمل حملة نظافة بالبلد، نعم، بتلاقي الكبير قبل الصغير بالطريق، الكبير قبل الصغير كامش مقشي وكامش عرباية عم ينظف. هاي التشاركية. التشاركية لما يجوا عند رئيس البلدية، رئيس البلدية ما له مكوك ليلحق إلا كل هدول. إذا ما كانوا في لجان الأحياء عندنا، نحن مقسم اللي عندنا البلد لأحياء، إذا ما كان عضو مكتب التنفيذي هو مسؤول عن لجنة أحياء ويجي يقول بيقول أنا وجعي مرضي مثلا صار صحي، أنا وجعي كذا، أنا وجعي كهرباء، أنا وجعي طرقات. هي التشاركية لما بتكون لجنة الأحياء مع لجنة المجتمع الأهلي في انسجام. إذا ما في انسجام ما بيصير في شغل. الحمد لله الله وفقني بمنطقتي إنه في الحام، في الدحام، وأكبر دليل إنه ما في شيء اسمه ظهر الشكاوي. مو خوف المواطن ما عاد خاف من شيء. اليوم المواطن إذا بده يشتكي على رئيس وحدة إدارية أو بده يشتكي من شيء، صار يعرف الطريق لوين الشكوى تصل ولوين من وين بده يشتكي. صحيح. لا بس لما عم يلاقي كل شيء عم يتلبى له. صفة ما كبلدية عم حكي. أما في عنا مثلا معوقات مثلا ببلدة حوش نصري، موضوع مثلا أعلاف الأبقار، يا ريت بس أنه نلفت يعني بما معنا أستاذ، نحن بمنطقة ريف دوما، يا ريت بس نفتح الستار ما بعد دوما، لأنه بعد دوما في كذا دوما، في قرى أكبر من دوما، وبيحق إلا يكون إلا الاحترام، لأنه ضحت مثل مثلا حوش نصري. اليوم انا ما عم اقول لك اني نموذج لباقي بلديات، لا، بس عم اقول لك انه انا عملت تجربه ونجحت الحمد لله بال 2019 بال 2020 اخذت عليها المرتبه الاولى، انه انا نجحت تجربه تشارك المجلس المحلي مع المجلس الاهلي مع الصناعي. يعني صعب انك تحسن تلحمهم مع بعضهم الثلاثه، بس ربي وفقني الحمد لله والحمد لله مع بعضهم.
تحمله انه صرنا بدنا ننظف شارع بدون ما نرجع للخدمات للكذا للخدمات الفنيه او للمحافظه. نعم. انه نخدم هذا الطريق من عامل من عامل الصرف الصحي بيشتغل بعامل الصرف الصحي من المجلس المحلي مو موظف من الاهالي هن صار انه نحن بدنا نعيش بدنا نعيش ببيئه نظيفه بدنا نشتغل ما قدامنا خيار غير العمل. شغله هو انت وقت تلاقي حدا عم يشتغل مثل استاذ ابراهيم احنا كصناعيين يعني في شغل في حركه بتبادر معه من قلب يعني بدنا ننظف الشارع ممكن الاليات بدها زيوت بدها كذا ممكن نلاقي مبادره نلاقي عمل نلاقي كذا ف يعني بتقدر دغري بتبادر وكل صدر رحب وقت تلاقي في انتاج في عمل. نعم. يوم صناعي بيطلع مثلا من باب معمله بيلاقي العمال عم ينظفوا قدام معمله التراكس عم يقحط الركام عم يقيم مثلا بقايا القمامه بيطلع هيك بيقول انه هذا انه بيردف انه يكملوا اخي شو بيكمل شو بكلف الشارع كملوا هذا هون في التحام لحمه يعني فينا نقول لحمه وطنيه. نعم الموضوع. نعم نعم طيب بالفتره الجايه شو مطالبكم شو 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 اللي بدنا اياه نحن؟ خلي استاذ بازل اول ولا لك تفضل. انا الفترة الجاي بطلب انه نكون نحب بعضنا نكون نحن رديفين للدولة نكون انه نحب نحب هالبلد لانه هالبلد عن جد اعطانا كثير اعطانا وتعبنا كثير يعني اعطانا كثير وتعبنا كثير وهلا برجع بقول لك نحن شعب قادر انه نتحمل الصعوبات شعب قادر انه نحيي شيء نصنع شيء من لا شيء نصنع شيء لانه نحن شعب سوري نحن شعب الجمهوريه العربيه السوريه. في امل للعمل عندكم؟ الامل موجود. نعم. دائما بس نقبل يعني من الجهات الحكوميه نخف هالمنغصات على الصناعيين من ناحيه تمويل المستوردات من ناحيه يعني نحن لو ما في امل مثل ما قال لك رجعنا على المنطقه وضع مزري. نعم. كان تل كردي إيه ورجعنا الحمد لله كل انسان بنى معمله ورجعت يعني ما يعني 80% 90% مثل الامل فالامل موجود الامل دائما موجود. شكركم جزيل الشكر. شكرا استاذ ابراهيم حمدوش رئيس بلديه حوش نصري شكرا جزيلا لك. وشكرا استاذ مازن كنيني شكرا لك من الفعاليات الاقتصاديه والصناعيه بمنطقه الكرد الصناعيه شكرا جزيلا لك. شكرا يا الحديث عن الكهرباء مشكلة كبيرة طبعا يعني من زمان أنه تركنا الحديث عن موضوع الكهرباء لأنه أصبح من الأمور اللي فيها إشكالية صعبة الحل وبالتالي ليس موضوع الكهرباء أنه والله ممكن أن يحل بنقاش يحل باتصال يحل بدفش من هون بواسطة من هون. موضوع الكهرباء موضوع مستعصي جدا اليوم يثقل على الحكومة ويثقل على المواطن ويثقل على الدولة ويؤثر على الصناعة والزراعة والتجارة ويدمر الحركة الاقتصادية والمعيشية في سوريا. موضوع كارثي بكل معنى الكلمة وبالتالي يعني هذا من الأمور التي لم يعد مجديا الحديث فيها في هذا البرنامج أو في غيره. ولكن عندما يكون الأمور طبعا فيما يتعلق بالتقنين ولكن عندما يكون الأمر يتعلق بعطل بمشكلة مشكلة مشكلة بحي ما الناس ما عم تشوف الكهرباء هون الموضوع يختلف عن موضوع التقنين الذي اليوم يقال خلال الأيام الماضية والأسبوع الماضي هو تقنين تجاوز كلمة جائر. يعني عندما نتحدث أنه كهرباء خلال 24 ساعة ممكن تيجي ساعة خلال 24 ساعة هذا يعني تجاوز مرحلة وصفه بالتقنين هذا مو تقنين هذا أصبح يعني صار كابوس بكل معنى الكلمة. وبالتالي عندما يكون الموضوع تقنين مهما كانت الظروف هذا أمر واقع ولكن عندما تكون المشكلة أنه محولة مضروبة بمنطقة الكهرباء ما عم تجي لأيام هون يجب النظر بعين الرأفة لهؤلاء. ونتحدث عن حي من أحياء دمشق حي التضامن الذي عانى الذي هجر أهله الذي عانى من الإرهاب والذي عاد أهله مفلسين بعضهم رمى بيته كيف ما كان ويعني وبالتالي يعني يستحق هذا الحي كما كل الأحياء طبعا في سوريا أن يكون له نظرة خاصة لأنه عاد الناس من التهجير ومن الظروف الصعبة وبالتالي نتحدث عن مشكلة حقيقية نسمعها عبر الهاتف. تفضل. ألو. ألو تفضل. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا. نحن حي التضامن. نعم. عنا خزان الكهرباء ركبونا إياه من 3 سنين. نعم. نحن قبل ما يركبونا خزان الكهرباء عادنا 48 يوم عادنا ما عنا كهرباء نهائيا وحكينا بهالموضوع ركبونا خزان. نعم.
مشكورين يعطينا العافيه. الخزان اللي ركبوا لنا اياه نوعيته قديمه كثير كثير، كان راكب برماني وما بيتحمل بنوب. حطوا لنا اياه لحاره وحده، حطوا لنا اياه على اساس هي الحاره اللي حكينا فيها فيها 200 بيت فيها. هلا اللي اخذين منها هلا 6 7 حارات 8 حارات اخذين منها الموضوع هذا. نحن كنا على خط النار على التمام، كل شيء رجع هلا على بيوت القديمه صار عم يجي ياخذنا الخزان هذا، الخزان هذا ما بيتحمل نهائيا. انا عندي ببيتي هلا، انا اذا بقول لك شو بحلف لك اللي بدك اياه، انه انا هلا ببيتي صار لي هلا 5 ايام بدي اتحمم ما بقدر اتحمم، ما تسخن عندي مي. انا امبارح طبعا ولا مازوت ولا كهرباء ولا امبارح الساعه 8 ولا غاز ولا شيء، لليوم الساعه 9 الصبح وطلعت من بيتي ما شعرت كهرباء غير يمكن شيء 3 دقائق 4 دقائق. نعم هذا الموضوع معلش، لان احنا شو يعني اللي مقصرين احنا فيه؟ سعرنا سعر هالعالم كلياتها، تقنين على عيننا وراسنا، بس كمان هلا حارتي لا هذا مو تقنين، هلا هون 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 تجاوزنا مرحله التقنين هون بهذا الوضع اللي انتم ما فيه. في مرحله تقنين، هلا الحاره اللي بفاي عم تجيها الساعه ساعه، نص ساعه نص ساعه، ثلاث ارباع الساعه ثلاث ارباع الساعه، لك نحن قبلانين تجينا ساعه بالتقنين، ربع ساعه بالتقنين العادي بس نشحن بطاريه. يعني لا تواخذي بالك، انا حاكيك بشكل عام يعني. نعم. لو ما قلبي محروق هلا انا بعد لك هلا بكتب لك انا من اهل الحرب توقيع الحاره كلياتها، اذا بيقول لك واحد عم تشعل عنا الكهرباء بحارتنا ساعه او ربع ساعه متواصله بدي اعطيك اللي بدك اياه، الخزان عم بيشتغل ما في ثواني بيفصل لحاله، ثواني بيفصل لحاله القاطع. بتشكرك جزيل الشكر. عندنا واحد يسهر على الخزان بس مشان يرفع وينزل الطوارئ. بتشكرك بتشكرك جزيل الشكر. طبعا هذا حال التضامن الذي تحدثنا عنه، ولكن هو حال صحنايا، هو حال مسجد 86 في دمشق، هو حال كثير من المناطق والمحافظات السورية. ولكن يعني كما قلنا وكما قال المتصل، عندما يكون الموضوع تقنين مهما كان جائرا يقول المواطن انه لا حول ولا قوة الا بالله، هذا تقنين. اما عندما يكون الموضوع هو عدم تحمل للمحولات، هو عندما يكون اعطال، عندما يكون موضوع كابلات، هنا يطالب المواطن بصوت عالي انه يا اخي حلوا لنا المشكلة وبعدين نحن جاهزين لنخضع للتقنين الذي يخضع له اي مواطن في اي محافظة سورية. لان حال سوريا متشابه في كل المشاكل والمصاعب والمصائب، بالتالي أي موضوع تتعرض له محافظة هو موضوع يوجد في كل المحافظات. أزمة النقل اليوم موجودة بكل المحافظات السورية وبكل الأحياء وبكل المناطق، وبالتالي عندما نتحدث عن نموذج يؤخذ لمنطقة ما أو لمحافظة ما هو بالتأكيد حال الجميع. أزمة النقل في السويداء ونعود. يختلف المشهد ظهراً وحتى نهاية اليوم عنه صباحاً في مواقف الانتظار في السويداء، فالحركة الطبيعية على الخطوط الداخلية صباحاً تختفي أوقات الذروة وحتى نهاية اليوم لتكتظ مواقف الانتظار بالمواطنين أملاً بمرور وسيلة نقل تقلهم داخل المدينة ومن المدينة إلى الريف، ولو اضطرهم الأمر للوقوف في الباص أو مشاركة السائق مقعده. أول شيء كان منيح، يعني الفترة هي كان منيح، بس بعدين لا بطل منيح، يعني هي على شوفة عينكم وصلنا ساعتين وواقفين وما في سير أبدا، بس وعود وما في أي شيء تمام. ونحن يعني كموظفين كطلاب تكاسي شوفة عينكم قديش عم تاخذ، يعني على سير صلخه كثير سيء. يوميا بنطلع مع هذا الشوفير، يوميا بيحمل 50 راكب يومي، ولولا هو الناس بتنام بالطريق. هسه التكاسي بتيجي بقول لك بدي 15 و20 على صلخه. كل الخطوط بشكل عام عم بيقولوا مشان المازوت، كل الخطوط كل شيء صار مأساوي، وضع الزراعة مأساوي، وضع النقل مأساوي. لما صاحب هذا الباص عم يطلع دائما ويشيل بعض الناس من الركاب، فالناس الوضع مأساوي جدا. المازوت مليان في الشوارع بالاتجار الحر ومقنن على كل الناس الباقيين. صار لي ساعة واقفة هون سير ما فيش، اجى الباص تعبى بدنا نروح على الواقف، التاكسي بده 10 او 15000. كل 3 4 ساعات لحتى يطلع باص، خاصة القرى البعيدة ما فيها سير أبدا. توطين آليات النقل بالمحروقات في نهاية الخطوط القريبة منها وحصول الآليات على مخصصاتها من المادة ساهم بحل أزمة السير الخانقة جزئيا، ومع تراجع توريدات المحروقات إلى النصف في الأيام القليلة الماضية تعود الأزمة من جديد. ورغم ذلك تستمر مطالب السائقين برفع أجرة النقل في ساعات المساء أقلها، والتي لا قدرة للمواطن على تحملها أساساً
لا سيما أن الفئة الغالبة هنا هي من الموظفين والطلبة. خطنا النقل الداخلي، يعني بتمنى أنه بعد الظهر يزيدونا الأجار أو مثلا يزيدونا 300 اللي هن محددين لها من الأول، يعني أقل ما فيه 500 ليرة بصير تقريبا معادلة للوضع الموجود. يعني 300 قليل لأنه الدواليب غالي، تنزيل محرك أقل المحرك عبي اليوم عم يكلم 5-6 مليون. يا أخي نحن كنا نأخذ 720 لتر إن حددونا إياه، هلا عم يعطونا 600، قطعوا علينا 120 لتر، ليش؟ ما بنعرف. بين مطرقة الانتظار الطويل المنهك وسندان الأجور المرتفعة لوسائل النقل، يئن المواطن في السويداء لا حول له ولا قوة، راجيا من المعنيين وضع حلول قريبة ترضي السائق والراكب. ناقشنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج موضوع النقل الداخلي، وكما قلنا نأخذ عادة نموذج عن كل المحافظات، وأخذنا حينها مدينة دمشق عن هذا النموذج، واستضفنا مدير النقل الداخلي في دمشق ومستثمر في إحدى الشركات الخاصة. المطلب الأساسي كان للشركات الخاصة العاملة في قطاع النقل الداخلي أن يكون هناك رفع للتعرفة، لأنه التعرفة التي كانت موجودة لا تلبي على الإطلاق المتطلبات، بحكم أنه مثلا موضوع الوقود، موضوع حتى لو كان الوقود متوفرا ولكن قطع الغيار وكل التفاصيل الأخرى التي ارتفعت المعيشة فيها كثيرا. وجهة نظر المحافظة كما وجهة نظر المواطن، يقول مواطن شو ذنبي أنا إذا ارتفعت كل شيء، كل أسعار المواد في سوريا ولكن راتبي لم يرتفع ومعيشتي لم تتحسن ولم يتغير دخلي، وبالتالي أنا معرض دائما لأن أدفع تكاليف رفع الأسعار مع أنه أنا ما جايني شيء ولا أستفيد شيء ولا أحد رفع راتبي لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، وبالتالي يشعر المواطن أنه مظلوم بهذه المعادلة. ومن واجب الدولة أحيانا أن تقف إلى جانب المواطن، ولكن تقف إلى جانب المواطن بشكل لا يعرقل حركة العمل، وخصوصا نتحدث نحن عن متطلبات سوق، عن واقع سوق. بالنهاية في شخص مستثمر إذا ما وجد أنه هذا الاستثمار يحقق له عائدية بصراحة ببطل أو بسهولة ببطل وخلص، يعني إذا وجد الموضوع هو سيسبب له خسارة. دائما هناك وجهتين نظر، وجهة النظر التي تتعاطف مع الصناعي أو التاجر أو المستثمر، ووجهة نظر حكومية تقول دائما تنظر نظرة عين الريبة لهذا المستثمر أو لهذا التاجر أو لهذا الصناعي على أنه يأخذ المدعوم من الدولة ولا يلبي المتطلبات المطلوبة منه على أرض الواقع. اليوم صدر قرار من محافظة دمشق برفع التعرفة على خطوط النقل الداخلي 300 و400 ليرة حسب طول الخط للباصات ولسيارات الميكروباص سيرفيس، يعني هو بالتالي هذا يمكن أن يشكل منعطف أو يعني يشكل واقع جديد. أبحثه مع ضيفي في الاستوديو السيد هادي المدني المستثمر في قطاع النقل الداخلي. أهلا ومرحبا فيك سيدي. أهلا أستاذ الكريم. تمام هيك 300 و400؟ والله يلا، هي نحن طبعا تحدثنا قبل المرة هون ببرنامجكم أنه لازم يعني أنه نرفع التعرفة، كونه بتعرف واقع النقل صفة أسعار قطع الغيار، أسعار الزيوت، أسعار الإطارات، مشان نحسن نتم مسابرين بالعمل ونخدم الناس. نعم. وبتعرف يعني أستاذنا الكريم يعني اليوم الواقع كتير مزري، ونحن اليوم بدنا نحسن نتم نعطي استمرارية ونحسن نقدم خدمة للمواطن، بدها تكون التعرفة نوعا ما مجزية لنا. نعم. طبعا يعني نحن قابلنا السيد المحافظ وقدمنا كتاب للمحافظة بتعديل التعرفة. دمشق وريف دمشق؟ ايه دمشق وريف دمشق. نعم. قابلناهم وقدمنا لهم كتاب انه قابلت المحافظين. ايه طبعا. نعم. ايه وقدمنا كتاب انه نحن يا اخي هذا الوضع ما عدنا نحسن نكمل فيه، لأنه اليوم الإجرة للسائق عم تكون ضعيفة جدا جدا بواقع الغلاء اللي صاير عندنا بالبلد، وحتى بالنسبة لقطع الغيار كمان من الصعوبة كتير، يعني عم يعني عامل صعوبات كتير كتير لنأمن قطع الغيار. وبتعرف يعني أستاذ يعني هلأ حطوا لنا تعرفة الخطوط القصيرة تحت 10 كيلومتر مسافة الخط طبعا بدون تجزئة 300 ليرة، وطالعوا لنا هلأ 400 ليرة من 10 كيلومتر وما فوق كمان حطوا لناها 400 ليرة. طبعا هي انا ما يعني بالنتيجه الله يكون بعون الناس، يعني وجع واحد ان كان انا كمستثمر ولا عامل ولا كان بده يطلع موظف بالباص او كذا، كمان هو الله كله معين. بس طبعا يعني هلا صفت هلا التسعيره مثل نوع انقاذ لنا. نعم. يعني للحسن يعني بس انقاذ مو اكثر من انقاذ. لا 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 اخي الكريم ما. نعم. اكثر من انقاذ، يعني مثل ما بيقول انقاذ لنا للحسن نتم مكفي بهذا الواقع اللي نحن عايشين فيه. نعم. على المرة الماضية وقت استضفنا حضرتك وصلتني رسائل انه يا اخي هدول المستثمرين بيضلوا ينقوا
عم ياخذ مازوت مدعوم، شو لسه بده اكثر من هيك؟ اخي الكريم، نحن مازوت المدعوم بالنسبه للدراسه التعرفه بشكل 24%. نعم. طيب اسعار الاطارات، اسعار الزيوت، اسعار صحونه الدبرياج، اسعار الكوليه، اليوم عندك كل نهار 4-5 حوادث، يعني هذا كلياته مصروف اليوم كبير. العماله، اجور المراه اللي انا عندي فيها الصيانه، اجور العمال، يعني اليوم العامل انا بدي عم اعطيه اجر يا اخي، عم يترك من عندي، عم يقول لي يا اخي انا عم يصح لي احسن، عم يعني وانا ماني قادر اني خدمه اعطيه اكثر. ليش؟ لانه التعرفه ضعيفه. نعم. وحقه المواطن، انا ما حقه، يعني اذا بطل انت بتعرف انه حقه ما بزعل منه. نعم. يعني شو بدي اقول له يا اخي؟ يعني مثلا انا بالنتيجه يعني شو بدي اساوي له لهذا الرجال؟ لان حقه اليوم كمان هو عنده مثل ما بيقولوا استاذ، عنده بيته، عنده مصروفه، عنده حياته، عنده كذا، يعني بالنتيجه انا ما بزعل من حدا، كل الناس اليوم صفت على حق، يعني انا على حق، والمواطن على حق، وابو المكنسيان على حق، والعامل على حق، وصاحب معمل البلور على حق، ومعمل الزيوت على حق، وعم يستورد الاطارات كمان قديش عم يصير عنده صعوبه، والقطع الغيار اليوم كثير كثير كثير، يعني اسعاره صوب، يعني بتعرف انت وضع البلد شلون وهالحصار اللي علينا. فنحن يعني هلا مشكورين طبعا محافظه دمشق، يعني هلا اسعفونا اسعاف الله يكثر خيره، يعني نحن هذا الموضوع استاذي الكريم يعني نحكي شوي بشفافيه. اخي كان الراكب قبل الازمه بخمس ليرات، صح ولا لا؟ نعم. انت بخمس ليرات كنت تشتري بيضتين. نعم. صح كلامي ولا لا؟ اليوم الراكب 400 ليره، انت تلتين بيضه عم تشتري. نعم. وبالنتيجه كمان يعني ابو السيرفيس اليوم اخي الكريم كمان بده يعيش، يعني عنده اهتلاكات، عنده مثل ما بيقول صيانه، عنده بيته، عنده اهله، كل سيرفيس عايش من وراء ثلاث اربع اشخاص. نعم. ثلاث اربع عائلات كمان عايشه من وراء موضوع السرافيس، ونحن بالنتيجه يعني هلا اسعاف، هذا اسعافي هذا الموضوع. لانه يا استاذ بالنسبه لموضوع المحروقات هو بشكل 24% من التعريف بس يعني فقط. ما نضل نقول والله شو بنقول احنا لجماعه الباصات أخي، وشو بنقول لجماعه النقل، وشو بنقول لجماعه المخابز، وشو بنقول جماعه لا يا اخي، هو بشكل المحروقات بالدراسه الاقتصاديه اخي الكريم بشكل 24% فقط. نعم. يعني هذا الموضوع، ونحن هلا الحمد لله طبعا مشكور السيد المحافظ واللجنه اللي قرروا بهالشيء، لانه فعلا استاذي الكريم لو ما اسعفونا ما عدنا نحسن، يعني ما عدنا نحسن نخدم بالنتيجه. نعم. يعني 200 ليره اليوم ما تمشي ب 200 ليره استاذي الكريم، يعني ال 400 ليره نوعا ما اسعافي هذا الموضوع وليس حل جذري لهذا. نعم. الموضوع، وهذا اللي بقول لك يا بقال هذا. نعم. الواقع. طيب. اللي نحن عايشينه. طيب. هلا اليوم المواطن كان في شكوى، هلا ما بعرف شكوى الباصات غير شكوى السيرفيس، انه ما بيلتزم بالكامل الخط، بيشتغل نص خط وبيرجع، شيء بيطلع الشغل شيء ما بيطلع الشغل شيء موضوع. انتوا ركبوا لكم جي بي اس؟ ركبوا لنا جي بي اس انه ولكل سرافيس مدينه دمشق. نعم. حتى نحن كلنا متبعين هلا على نظام الجي بي اس. نعم. طبعا هو نظام كثير حلو استاذي الكريم، ضبط اليه العمل، ضبط ضعاف النفوس يلي بدهم يطلعوا يتاجروا بالمواد المحروقات اللي عم تعطيها المحافظه، طبعا هذا ضبطه 100%. نعم. وانا اليوم كمستثمر او كصاحب شركه، حتى السرفيس هلا قدم له كمحافظة أنه بيصير بيعرف وين سيرفيسه ومشي بالضبط وين كذا، ولو صاحب السيرفيس حاطط سائق ما فينه عاد يطلع برا خطه، لأن بيعمل هيك بيكشفه وين هو سيرفيسه وين مشي شو المسافة القطعة، عم تزودك المحروقات. اثنين، بالنسبة لمحافظة دمشق طبعا مشكورين كتير، وهي لفتة هلأ ساوانها سيد المحافظ حلوة، عم يقول لك يا أخي أنا حاطط لك لجنة معايرة، عم يعير لك سيرفيسك، شو عم يصرف بدنا نعطيك، انت ان شاء الله تم تشتغل من 6 الصبح لتاني نهار 6 الصبح 24 ساعة بدي تم عم اعطيك محروقات على المسافة اللي عم تقطعها على خطك. نعم. بالعكس هذا الشيء كتير بيريح. نعم. يعني ما عاد انا مثلا يجي اقول لك والله انا اليوم ما في مازوت يا اخي، لا يا اخي في مازوت، اشتغل وخذ محروقات وانا ضابطك على الجي بي اس، يعني ما العنصر البشري او ضعاف النفوس هيك انتهت 100% بهذا الموضوع. نعم. يعني اللي ما بده يسرق ما بده يسرق، ما بينزعج، ما بينزعج، لا استاذي. وهلا نوعا ما التعرفه يعني مثل ما طبعا طبعا كلمه يسرق مو يسرق، لا لا كلمه يسرق في ناس قالوا انه هي يسرق بكل معنى الكلمه، لانه هذا المازوت اللي عم ياخده يعني وفق اراء كثيرين تابعناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقول لك انه هذا المازوت اللي انت عم تاخده انت على وسيله النقل هذا مو من حقك، مو لك هذا، هذا مو لك، هذا انت عم تاخده لحتى تخدم. مزبوط. وبالتالي هذا مانه ملكك كمان. هلا اليوم اخي الكريم كان اليوم كصاحب سيرفيس يعني ما بحق لي روح على بيتي يا اخي، اذا زوجتي مثلا نعم صار معي مرض عندي احد من اطفالي ما بحق لي اخذه على مشروع، يعني هون برايك لازم يكون في شويه مرونه.
يعني هو المرونة موجودة السيد المحافظ، عطيك 15 كيلو متر برات المسافة اللي انت عم تقطع على خطاك. يعني 15 كيلو متر روح فيهم وين من بدك انت ضمن المعايرة الحاطي لك ياها كمحافظة. بالعكس ما طالعين، بس اما اليوم بدك تقلي بدك تروح بسيرفيسك على حلب او على الشام او تطلع سيران، الدولة اليوم ما انا مجبورة تأمن لك يا انت اليوم كترخيص. انا كشركة كترخيصي انا عم يعطوني محروقات لاني شركة نقل داخلي، صح ولا لا؟ السيرفيس اليوم يلي مسجل بالمواصلات اسمه نقل عمومي وليس نقل خصوصي، صح ولا لا استاذي الكريم؟ وانا برايي يعني هذا موضوع الجي بي اس كثير راح يحل مشكله كبيره. وهلا المشكله الاكبر يلي هي راح تنحل هلا كونه ارتفعت نوعا ما التعرفه، بظن راح يصير فيه كمان تحسن بواقع. طيب هلا موضوع انه 300 ليره على الخط القصير و400 ليره على الخط الطويل، طيب هذا شلون في ممكن تتجزا؟ يعني المواطن اللي بيطلع اللي عم يطلع على الخط الطويل بس بينزل بنص الطريق مثلا، ما هي استاذي الكريم بدك تدخل بالتجزئه، دخلت بخلاف كبير بين المواطن وبين الشركة أو بين صاحب السيرفيس. نعم. أنت كمان اليوم يعني عم يطلع معك، وإذا طلع معك لآخر الخط يعني بيطلع معك شخص اليوم بيقول لك أخي أنا نازل بعد 200 متر، ما بينزل بعد 200 متر بكفي معك لآخر. نعم. إيش ونحن بدنا نعمل مخفر شرطة؟ تراقب كل واحد وأنا طلعت من هون وأنت كذاب وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فنحن هون اختارت محافظة دمشق الخط اللي تحت العشرة كيلومتر من العشرة كيلومتر وما تحت اجرته 300 ليرة، ان شاء الله يطلع من هون بينزل هنيك. بالعكس هنن هيك والله خففوا عقبة يعني. نعم. كمان انت اليوم كمحافظة بدك تعطي شوية مثل ما بيقول رياحة للناس يعني. نعم. يعني انت اليوم كصاحب وسيلة نقل كمان انا بدي ريحك لحتى احسن اعطيك اداء، احسن اعطيك نتيجة بهالوضع اللي احنا فيه، صح كلامي استاذ؟ وفوق العشرة كيلومتر كمان 400 ليرة، ان شاء الله تطلع من اول الخط تنزل باخر الخط حقك تدفع ال 400 ليرة. كويس. وممكن الشوفير يكونوا مزودين انه يرجعوا للناس ولا خلص 500 ضبينا ال 500؟ هلا هي ليك انا بالنسبه لي انا كوضع كواقع انا بحكيك اياها، انا عندي الشوفير بده ياخذ 500 من راكب من 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 المواطن، هاي بدها تكون على مسؤوليته الشخصيه، وانا كتبتهم اوراق وكتب بصمتهم عليها تعهد انه ما ياخذ على اي شيء فوق ال 400 ليره على مسؤوليته الشخصيه. انت خطوطكم من تبع 300 نحن لا تبع ال 400 نحن. نعم. خطوطنا زاهره عش الورور وخط صحنايا برامكي خطوطنا. نعم. خطوط يعني بتتجاوز بيرجع له ال 100 ما بياخذها. هلا يا اخي هلا كمان بيقول لك اليوم انا ما معي 100 اخي اعطيني 400. هلا في ناس بتعيف ال 100، في ناس بتقول لك اخي هي 400، في ناس بيقول لك مثلا طلع مع السائق بيقول له يا اخي الكريم هلا يا حدا يعطيني 400 برجع لك 100. نعم. فهمت علي؟ بقى هي الشغلة بترجع بين الناس يعني، ونحن كشركة وكهي نحن ما لنا مسؤولين عن السائق، هو راح يكون مسؤول عنه. طيب سؤال الأخير لحضرتك، تشعر حالكم أنه تورطتوا أنتم بهذا النوع من الاستثمار والعمل؟ والله بصراحة. العظيم يا أخي الكريم حكيك الصدق. نعم. والأمانة والله تورطنا. أيوة. يعني لسه نحن عم نشتغل على أمال. نعم. يعني عم نقول بركي رب العالمين هيك إن شاء الله بتحسن الأمور، بتحسن وضع النقل، بتحسن وضع النقل، بس والله العظيم عم نشتغل على مضض. نعم. حكيك ياها بكل شفافية وهذا واقع. إن شاء الله. وبرد بقول لك هي التسعيرة طبعا طلعت إسعافية. أي. استاذي الكريم يعني بجوز نحن شهر شهرين لو ما معدل هالتسعيرة. أي. يشهد الله كنا بدنا نوقف. أيوة. لأنه لا سائق عادي حسن يخدمك، لا إجور، لا كلياته صفر. نعم إن شاء الله يا رب. نحن أملنا دائما من عشر سنين لليوم كل يوم بيومه إن شاء الله، إن شاء الله يكون الله يبارك بكرة أحسن إن شاء الله يا رب. الله يبارك. ونحن بالنتيجة المواطن أخونا، والله وجعه وجعنا وهمه همنا، وأنا والله العظيم يعني لا تصدق أنا همنا الربح، بالعكس نحن يا أخي بالوضع اللي نحن هلأ فيه همنا أنه مثل ما بيقول نتعاون سوا، نسند بعض سوا، يعني بالنتيجة كمان هن بشر ونحن بشر. شكرك جزيلا سيد هادي المدني، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. على عيني وراسي يا أستاذ. شكرا لك. شكرا للسادة المشاهدين على عيني الكريم.